نضيف فرنش توست بأطراف التوست. بدنا أطراف توست شوكولات شيب أو أي نوع شوكولا عندك، جيبيه من المؤسسة وقطعيه وفرميه بالسكينة بالضبط، بالإضافة لاثنين كوب حليب سائل، أصبع ونص زبدة مذابة، اثنين بيض، معلقة كبيرة فانيلا، معلقة صغيرة قرفة مطحونة، سيرب شوكولا للتقديم اختياري، وفراولة للتقديم. يا شوفوها واستمتعوا فيها لحتى أروح أدوب الزبدة. بسم الله. حطينا الزبدة بالمايكروويف، بدي اياها سائلة، مهمة تكون سائلة ضروري. هلا اذا كانت درجة حرارتها شوي عالية عادي بيزبط. اطراف التوست لو كانت ناشفة شوي اوكي، بس اذا ناشفة كتير صراحة ما رح تزبط لانه بدها تفوت فرن، فيفضل كمان اني انا تكون معي اطراف التوست بهالشكل. احنا بناخذ اللب الداخلي على شكل مربع وبنعمله كقاعدة لحلى اللي هو عيش السرايا او عيش السرايا اللي بده يصير. هلقات رح نجيب البايركس او طبق التقديم اللي بده يفوت على الفرن، صينية بايركس، بورسلان، فخار، كمان بالفخار كتير حلو. رح نجيب قطع التوست كلها، هاي باكيت كامل التوست بشكل عام. للحلويات لما يخطر في بالك تسوي صحن حلو، جيب اللي مكتوب عليه بالحليب، الباقي رح يغلبك كتير صراحة، وزاكي ومش زاكي مش زاكي من الآخر يعني. فجيبوا اللي مكتوب عليه بالحليب، والمؤسسة العسكرية فيها صراحة كل الأنواع، فهم بالأول وبالآخر ما يعني بيوفروا لك كل إشي. رح نجيب أصبع ونص زبدة أو أصبع إذا بتحبي، ونشرب على الخبزات بهالطريقة. تقريبا أنا هيك صرت حاطة أصبع. رح أجيب التشوكلت شيب أوزع عليها، وهاي الشوكولاته حكيت لكم من منطقة التجمعات الصناعية، إنتاج أردني، وصراحة طعمها طيب وأنا جايبتها دارك إذا أنتم ملاحظين. تمام، ورح نعمل الخلطة الثانية واللي هي رح تكون عبارة عن 2 كوب حليب سائل. بسم الله. 2 كوب حرارة الغرفة، المهم مش من الثلاجة، طالما بده يفوت فرن معناته بيض وحليب دائما تذكرينا فيها، لا تجيبيه من الثلاجة، اصبري عليه ياخذ حرارة المطبخ أو المكان اللي بتشتغلي فيه. 2 بيض بحرارة الغرفة، فانيلا سائلة أو باودر ما بيفرق، معلقة كبيرة، بس دائما الفانيلا السائلة بتغير لون الحلو يعني كوني عارفة. وراح نحط قرفة تقريبا معلقة صغيرة، ونحركهم كلهم مع بعض، نخفقهم بالوسك أو بالمضرب الحديد. بسم الله، نضرب الخلطة صح، وبدنا نسقيهم لقطع التوست. إذا عملنا طبق حلو بايركس طعمي من 8 ل 10، ممكن من 6 ل 8 حسب كيف أفراد العائلة عندكم بحبوا الحلو أو لا. وكمان إشي سريع، كل الوقت اللي بياخده بالفرن ثلث ساعة فقط على 180 الرف الأوسط، 20 دقيقة ل 30 دقيقة حسب إذا في مروحة أو لا. يعني مش أم علي كذابية، يعني جارة أم علي آخر الحارة. تمام. إذا خفقنا 2 كوب حليب، 2 بيض، معلقة صغيرة من القرفة، وحطينا كمان اللي هي الفانيلا. بما اني انا حاطه قرفه فما سالت من موضوع الفانيلا تكون باودر، وحطيت سائل انه بكل الاحوال الحليب رح يصير لونه بني. رح نسقي الحليب، قوي قلبك لانه رح يختفي، رح ينخبز بالفرن بهالطريقه. والله رح تدعولي عليها اشي كتير زاكي طيب، وكمان
اذا انت بتتعبي بالقرش وانت اللي بتجيبي القرش رح تحسي انه انت ايش ارضيتي نفسك، ما ضيعتي فلوسك بالهوى. واذا اللي بجيب اهلك حبايبك زوجك يعني ايا كان حواليك، لما بشوفك انت مقتصده وبتدير بالك على كل المكونات وبتطلعي باشياء كتير حلوه كمان، او بتصيري انت مضرب مثل شوي شوي بين اولادك بعيلتك بين جيرانك جاراتك، والعمر ما إله دخل، في كتير صبايا حتى أصغر منا عمراً أنا بستغرب كيف بتدبر حالها صراحة. بهالوقت رح نروح على الفرن 180 بدون مروحة الرف الأوسط، بعد ما تطلعيها ما رح تلاقي سائل، بس رح تلاقي طعمة كريمية وكأنها مخبوزة مع جبنة، هذا السائل كله رح يختفي، الشوكولا في إشي منها رح يسيح وفي إشي منها رح يضل واضح كأنه محشي بإطعم من الكوكيز. وأنا صراحة لأنها مخبوزة خبز ما بحب يكون الخبز متشتش، بحب يكون الخبز كأنه محمص، فبعد ما تطلع بعطيها تحميصة خفيفة. شوف الشوكولا كيف هاي، ها فيش سائل، فاضي الطبق. هلأ شو بنساوي؟ بنجيب سيروب شوكولات إذا بتحبوا طبعا. يا أختي ما عندها، ما احنا حاطين شوكولا، حطي لا شو حطي قطر، استني شوي لا ما رح نحط قطر، حنحط سكر ناعم مطحون. أوف يا سلام، سكر ناعم مطحون. ورح نحط كمان قطع من الفراولة عشوائية، بيريز توت أحمر أسود إلى آخره. هلأ موضوع البيريز إنه شف كتير غالي، والله أنت بتستخدميه كتير في المطبخ حتى لو للتلفزيون، بهونش علي أشتري العلبة بست دنانير، ما تفكروا، فاللي بصير عليكم بصير علينا. في محلات كتير، تابعوا محلات كتير بتعمل عروض، بيعملوا عليها عروض ليش؟ عشان ما تخرب وتنكب في المحل، فهو بالنسبة له يبيعها براس المال ولا إنها تنكب، فشو بيعمل؟ بيعمل عليها عرض العلبة بدينار، أنا بروح بشتريها لما يكون العلبة بدينار أو يعني بهالحولين، ما بيهون علي إني أدفع 6 دنانير حبة بيريز مثلا. اتفقنا وخلصنا والسلام ختام. صراحة إشي كتير زاكي، زكاتها وطيابتها الحلوة إنك تكليها سخنة بتغلى غلي من الفرن. إذا حبيتي تعمليها بالقلاية الهوائية بتزبط ولا ما بتزبط؟ بتزبط. نعم. هيك طعمتها هتطلع متشتش الخبزة، بس شو إشي خطير، خطيرة. وهيك بنكون عملنا، اقتصدنا، دورنا، أرضينا أهل بيتنا، وبنفس الوقت أنا كست بيت كمان أرضيت نفسي إنه أنا ما حد زيي من ناحية إدارة البيت. صحة وهنا وألف عافية، إن شاء الله بتكلوها بالهنا والسعادة وراحة البال. أحياناً العشوائية مطلوبة ببيتنا بشغلنا بأطباقنا، فلو كان في عشوائية مش دائماً الإشي يكون ضابط برضه كمان بصير. خليني أخذ الطبق مكانه وأذكركم بشكل سريع بأطباقنا لليوم. يلا سويت لكم اليوم، نبلش من صحن الحلو بما اني دائما على الاكل ببلش من الحلو. سوينا شويه فرنش توست. فرنش التوست بده قطع توست، ولكن انا اخذت اطراف التوست كنوع من انواع التدوير عشان ما نكبهم او نتلفهم اذا ما بدي اعمله بقسمام، بالاضافه لرز مع اللحم والمكسرات. اي قطعيه لحم بتزبط، ممكن انت تعملي نفس الرز وتحشي فيه الرقاب وبعدين تحمري الرقاب برضه كمان بصير. يعني كثير من حركات خفيفة وأفكار ممكن إنها تغير من مطبخك، من أسلوب مطبخك وأسلوب طبخك إلى آخره. موضوع المكسرات بفضل تحطي شوية زبدة وزيت مع بعض، وتكة الملح رح تعطيها كمان طعمة كتير طيبة. رح أودعكم على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله غدا يوم الاثنين، وجاه على بالي أدللكم بس لسه ما قررت المنيو، فإن شاء الله غدا لناظرها قريب ونحاول ندللكم دائما ونعطيكم أفكار للتدوير والاقتصاد، لأنه عندنا أولاد بدهم يكبروا ويتربوا ويدرسوا إلى آخره، يعني قصص الحياة أكيد ما بتخلص والتزاماتها. وخلينا شوي ندير بالنا على قرشنا، لأنه هاي الأيام القرش بسوته له ذهب. هشوفكم غدا إن شاء الله، باي باي.